نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقع اليوم السابع، ومنه نقرأ: بناء على توجيهات الرئيس، نقل الطفلة ميرا بسيارة إسعاف لتلقي العلاج بمعهد ناصر. نقلت سيارة إسعاف مجهزة الطفلة ميرا محمود 8 شهور لمعهد ناصر بالقاهرة لعلاجها على نفقة الدولة بعد صدور توجيهات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقلها لمعهد ناصر لعلاجها، والتي تعاني من ثقب بين الأذنين والبطينين بالقلب. ورافق الطفلة والدها وفريق طبي مجهز لمتابعة حالتها الصحية. كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة بعد مناشدة ذويها للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة. وأوضحت الوزيرة أن الطفلة ميرا من محافظة الغربية، وقد تم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث كان في استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديث الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لإجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت الوزيرة أنها تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة ميرا عن كثب وما سيتم تقديمه لها من خدمات طبية، مؤكدة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها. من بوابة الأهرام نقرأ: تفعيل الاتفاقات بين مصر والأردن والعراق وإطلاق مشروعات تنموية مشتركة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس جلسة مباحثات ثلاثية بحضور الوفود الوزارية في الدول الثلاث مصر والعراق والأردن، استهلها بتأكيد حرص مصر على دفع آفاق التعاون في إطار الآلية الثلاثية وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات مشتركة في أسرع وقت ممكن. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القمة الثلاثية التي عقدت في الأردن تم الاتفاق خلالها على ضرورة تفعيل الاتفاقات بين الدول الثلاث وإطلاق مشروعات تنموية مشتركة وتنفيذها، لافتا إلى أنه من المقرر عقد قمة ثلاثية لزعماء الدول الثلاث في الربع الأول من العام المقبل، والمجال متاح الآن لإنهاء الدراسات الفنية والتفاصيل للمشروعات المشتركة بين البلدان الثلاثة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مشروعات كثيرة يمكن أن تحقق فائدة مشتركة ونموا اقتصاديا في الدول الثلاث، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة البينية والنقل واللوجستيات، مع ضرورة التعاون في مجال الصحة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. أيضا من بوابة الأهرام نتابع: وزير الدفاع لمقاتلي الجيش الثاني، القوات المسلحة تضحي بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي تأكيدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل الدائم مع أبنائها المقاتلين بكافة الأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية والجيوش الميدانية. واستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداء لمصر وشعبها العظيم، ثم نقل لمقاتلي الجيش الثاني الميداني تحياتي وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي يخوضونها ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض وقضائهم على مخططات العناصر الإرهابية الرامية لزعزعة استقرار الوطن، مؤكدا
أن القوات المسلحة المصرية بكافة أنواع أفرعها تضحي بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته. وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية لابد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة تؤمن دائما بحق الشعب المصري نحو التطلع لمستقبل أفضل بعيدا عن تخريب الجماعات الإرهابية وسعيهم الدائم لترويع المواطنين الآمنين وعرقلة مسيرة التقدم والبناء. من موقعنا موقع صدى البلد نقرأ: الصحة، مصر نقلت منصات تصنيع اللقاح الصيني والإنتاج فور اعتماد الأمان. قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة إن مصر تعمل بالتعاون مع الجانب الصيني لتطوير لقاح لفيروس كورونا من خلال شركة الأمصال واللقاحات، وتم نقل منصات التصنيع وآلياتها إلى مصر للبدء في إنتاج لقاح كورونا فور اعتماده. وأكد رئيس الإدارة المركزية أن لقاح كورونا الصيني سيكون جاهزا للاستخدام بعد اعتماد مأمونيته ليتم البدء في التصنيع والتوزيع. وأضاف عبد الفتاح أن مصر تشارك مع الشركتين الصينيتين سينوفارم وسينوفاك في التجارب الإكلينيكية لأحد اللقاحات، وجهزت خطوط الإنتاج للقاح الآخر، وفي حالة اعتماده سيتم توفيره للمواطنين. من بوابة أخبار اليوم نقرأ: غدا إعلان نتيجة جولة الإعادة بماراثون انتخابات النواب. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد أنه من المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية غدا الاثنين. وأشار لاشين إلى أن الهيئة الوطنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وأن ما يتم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة هي مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين. ويتنافس في إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 200 مرشح للفوز ب 100 مقعد بالبرلمان في 52 دائرة انتخابية ب 13 محافظة. ننتقل إلى موقع المصري اليوم، ومنه نتابع: وزير التعليم، امتحانات تجريبية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بعد إجازة نصف العام. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحان تجريبي لطلاب الشهادة الثانوية العامة بعد إجازة نصف العام الدراسي الجاري. وقال شوقي في تصريحات صحفية أمس إن الهدف من هذا الامتحان التجريبي الذي سيعقد في كل المواد هو أن يتدرب الطلاب على أسلوب الامتحان الإلكتروني وطريقة الأسئلة ليطمئنوا قبل موعد الامتحانات الأساسية التي سيتم عقدها لهم نهاية العام الدراسي الحالي. من موقع مصراوي نقرأ: الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر. كشفت وسائل إعلام كويتية عن موافقة الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية على إعادة تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر. ونقلت عن مصادر كويتية قولها إن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أرسلت خطابا رسميا إلى شركة مصر للطيران يفيد أنه لا مانع لدى الكويت في بدء تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر، وذلك في خطوة أولى لبدء التشغيل في الوجهتين ذهابا وعودة بعد تجهيز الاشتراطات والإجراءات الصحية الخاصة بالفحوصات والحجر المؤسسي للحد من انتشار فيروس كورونا. وتوقعت المصادر أن يجرى التنسيق بين الجانبين الكويتي والمصري لتحديد موعد تشغيل رحلات العودة خلال الأيام المقبلة. من بوابة الشروق نتابع: متحدث الإسكان
410 آلاف أسرة تقدمت للمرحلة الأولى من مبادرة سكن كل المصريين، قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن 410 آلاف أسرة اشتروا كراسة الشروط ضمن إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، مشيرا إلى سداد 306 آلاف مقدمات الحجز. وأضاف خطاب في تصريحات أمس أن المرحلة الأولى تشمل توفير 125 ألف وحدة سكنية، موضحا أن الوحدات منها 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل و25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل. وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عن مد فترة سداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمن يرغب في التقدم على مشروعات منخفضي الدخل لمدة أسبوع تنتهي يوم 20 ديسمبر الجاري. وأوضح متحدث الإسكان أن مساحة الوحدات المخصصة لمنخفضي الدخل تتراوح من 75 إلى 90 مترا، ومساحة وحدات متوسطي الدخل تتراوح من 100 إلى 120 مترا، قائلا إن نحو 60% من ثمن الوحدة مدعم من الدولة. ومن موقع الوطن نقرأ: النقل تذكرة موحدة للقطار الكهربائي والأتوبيس والمترو قريبا. أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل عن مواصلة العمل للانتهاء من كافة الدراسات المهمة لاستقلال القطار الكهربائي ومترو الأنفاق والأتوبيسات بتذكرة موحدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقها قريبا، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين. وقال الوزير في تصريحات للوطن إن التذكرة الموحدة ستربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي، ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه، إضافة إلى الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام، ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات، موضحا أن الهدف من تنفيذ مشروع التذكرة الواحدة للتخفيف على المواطن وعدم الانتظار كثيرا أمام شبابيك التذاكر. عودة إلى موقع اليوم السابع، ومنه نتابع: الجامعات تعلن اليوم الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية. تعلن الجامعات الحكومية اليوم الأحد الكشوف المبدئية بأسماء الطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية على مستوى الكليات الحكومية، وذلك وفقا للجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المعتمد من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. وشهدت الجامعات الخميس الماضي فتح باب الترشح وسحب الاستمارات للطلاب للتقديم بانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات. ومن المقرر أن يتم تلقي الطعون يوم الاثنين 14 من ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 من ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 من ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي. من موقع الجمهورية نتابع: الصحة تسجيل 478 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 211 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104710 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 478 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة. ننتقل إلى الشأن العربي والدولي، ومن موقع سكاي نيوز عربية نتابع:
تركيا تتجسس على اليونان وأثينا تلاحق مشتبهين فيهما. أعلنت الشرطة اليونانية أن سلطات البلاد تعتزم توجيه اتهامات بالتجسس إلى مواطنين يعملان في جزيرة رودس الجنوبية الشرقية. ووفق وسائل إعلام يونانية فإن الرجلين يعتقد أنهما كانا يتجسسان لصالح تركيا، ويعمل واحد من المشتبه بهما على متن عبارة تبحر من رودس إلى جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تقع قبالة السواحل التركية، فيما ذكر أن الثاني يعمل في القنصلية التركية في رودس. وأفادت قناة CNN أن العامل على العبارة كان يزود المشتبه به الثاني بمعلومات عن مواقع سفن البحرية اليونانية وأمور أخرى تتعلق بتحركات الجيش اليوناني على الجزيرة. ما زلنا مع الشأن العربي والدولي، ومن موقع روسيا اليوم نقرأ: بايدن: الولايات المتحدة ستعود إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يوما. أعلن الفائز المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعود إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يوما. وقال بايدن في تغريدة على تويتر: منذ 5 سنوات في مثل هذا اليوم اجتمع العالم لاعتماد اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. وأضاف: في غضون 39 يوما ستنضم إليها الولايات المتحدة. وأكد أن واشنطن ستعمل على حشد العالم لدفع تقدم أكثر وأسرع لمعالجة أزمة المناخ بشكل مباشر. وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس الذي يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم. ودخل القرار المثير للجدل الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب قبل سنوات حيز التنفيذ اعتبارا من 4 نوفمبر 2020، ليصبح بذلك عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية 189 دولة.